بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم الدكتور وليد أو دكتور ليدو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حقيبة الدكتور البيطري واللي المفروض يكون في حقيبة الدكتور البيطري. أنا هتكلم عن أهم الأشياء إن شاء الله مش هتحتاج غيرها. لما تروح لحالة إن شاء الله هي إما هتكون حالة بطنة أو معدية أو ولادة أو جراحة أو دواجن. الدواجن ما تهمنيش في حاجة لأن مش بحتاج أدوات ولا حاجة، هو فحص بالعينين والإيدين بس. أما باقي الأشياء اللي الجراحة والبطنة والمعدية والولادة بيحتاج. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن الأدوات اللي هتحتاجها لما تروح حالة بتكون معاك معدية أو بطنة. أول حاجة الترمومتر، دي أهم أداة عندي. ترمومتر أهو، ده جهاز صغير أهو مرقم من 35 إلى 42، ده ترمومتر بشري على فكرة عادي. أهم حاجة في الترمومتر الجزء ده البلب، الجزء ده هو اللي بيخش في الريكتم بتاع الحيوان أو بيخش في المستقيم بتاع الحيوان. لازم أخلي بالي وأنا بطبق الترمومتر ده ان يكون فيه ماده لوبريكانت، ممكن الميه او الصابون، ويبدا ادخله في الريكتم بتاع الحيوان. بيكون شيب شكل كانه شنيور اهو لحد ما تلامس اصابعي اللي بره الانس بتاع الحيوان. بعد كده ببدا يا اما ارفعه لفوق او الجناب. ليه بقى؟ عشان اقدر اقيس درجه حراره الجسم، فانا بخليه يلامس الميوكس ممبرين بتاعي الريكتم. لكن لو سبته في النص كده هيقيس درجه حراره الفيسز، وده غلط طبعا. طبعا اللي بيقيس درجة الحرارة من جوه هنا ايه؟ عمود الزئبق. ببدا اقراه كده، هلاقي عمود زئبق لونه رمادي جوه او رصاصي، وابدا اقرا هجيب دي درجة الحرارة. ده بالنسبة للترمومتر. طبعا ده جهاز مهم جدا. بعد كده السماعة او الاستيثوسكوب. السماعة جزئين، الجزء ده اللي هو بحطه في ودني انا عادي علشان اسمع، والجزء ده اللي هو بحطه على الجزء اللي انا عايز اسمعه في الحيوان. فممكن اقيس بيه صوت الرومن الكرش، او اقيس بيه صوت الهارت، اسمع بيه صوت الهارت القلب او الرئه اللنج، او الثوراسيك بارت اللي هو التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، او بسمع فيه بيه صوت الابوميزم في حالات الابوميزم ديسبليسمنت. ودي برضو مهمه عشان اقدر احدد بعض الامراض اللي بتزود دقات القلب او بتقلل دقات القلب، او كان في مشاكل في الكرش ان انا ايه الكرش مثلا ما فيهوش حركات يبقى الكرش كده واقف. دي بالنسبه للسمع. طيب انا ممكن اعتمد بعد كده ايه في حالات العلاج، ان انا اعتمد على السرنجه، ان انا بضرب حقن. دي السرنجه دي 10 مللي، في منها 20 مللي، تمام احجام يعني. عندي ابرتين انا بستخدمهم وهم دول، انا بقول لك انت خليهم معاك مش اكتر من دول. ابره رفيعه دي، الابره دي اقدر استخدمها في الانترا ماسكولار انجكشن، وال ان انا احقن انترا فينوس. في العجول الصغيره او الخرفان اللي هي عضلها بيكون لين سهله الدخول، دي زي البشري بالظبط، دي ابره البشري. طيب امال الابره دي؟ الابره دي عريضه شويه وتخينه شويه. طب دي ليه بقى؟ للعضلات الناشفه. عضلات مين الناشفه او الشديده؟ عضلات الحيوانات الكبيره. يبقى انا استخدمها في الانترا ماسكولار انجكشن في الحيوانات الكبيره، او السب كات انجكشن تحت الجلد، او الانترا فينوس انجكشن او في الوريد. ده بالنسبه للسرنجات. طب افرض انا مش معايا سرنجات ومش عايز اقعد اغير كل شويه ثاني سرنجات، ممكن استخدم المحقن ده. المحقن ده بنسميه محقن التحصين، ده خاص اساسا بالتحصين، تحصينات سموم دموي حمى قلعيه بحصن بيه، تمام. عباره عن مكبس برضو 10 مللي، عندي منه ايه ثلاث انواع من السنون. في سن ده حوالي 4 سم، ده بحقن لو عايز احقن انترا ماسكولار في العضل، او في سن زي ده 1.5 سم، ده لما احب احجن سب كات. طبعا مفيش وريد في التحصينات، بحجن سب كات، فبالتالي ممكن استخدمه في حجن اي درج عادي من بي ده تحت في العضل او ده تحت الجلد. وفي الصغير خالص ده نص سم وصغير خالص، ده بتاع الدواجن، ده تحصين الدواجن. ده بالنسبه ايه للتحصين. طيب اخر حاجه في البطنه المعديه ان انا ممكن استخدم ده خرطوم المحاليل. ده الجزء اللي بيدخل فيه المحلول، بينزل المحلول هنا عادي، ببدا اظبط من الجهاز ده يا اما اقلل قطر الخرطوم او ازوده حسب كميه التدفق للسائل اللي انا عايزه. في الاخر بيوصل للجزء ده اللي تتحط فيه ايه الابره بتاعتنا، تدخل في الانترا فينوس او في عضلات الفينوس. شكرا.